جمعيات أمهات وأباء وأولياء تلميذات وتلاميذ الثانوية الإعدادية وادي المخازن، أبناء التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم في هذه الأمسية، أمسية الوفاء لروح الراحل رشيد شبالي السمير رحمة الله عليه. ما عساي أن أقول في مثل هذه الأمسية غير الدعاء والترحم على روحه الطاهرة، لما أبدعه، لما أعطاه، لما أو لتضحياته من أجل تنوير أبنائنا التلاميذ والتلميذات.